مرة شركة ضوء الفضاء تطلق ماكينة لحام جديدة STS-A1 بمواصفات عالية وأسعار تنافسية. بالإضافة لأسعار تنافسية وفرنا لكم أيضاً خدمات ما بعد البيع تشمل ضمان سنة حقيقي للماكينة، صيانة بأسعار مدعومة، توفير كافة قطع الغيار للماكينة. الماكينة تجي بهذا البوكس المتين يتحمل الصدمات ومغلف من الداخل بمادة عازلة تحافظ على الماكينة والأدوات من الظروف الخارجية والسقوط. محتويات البوكس: قاشطة دروب كيبل، قاشطة ستربة ذات ثلاث فتحات، علبة سليفات، علبة كحول، مناديل ورقية. الغرض منهم تنظيف الشعيرة قبل عملية اللحام. قاطعة كليفر لغرض قطع الشعيرة. قطعة لتبريد السليفات بعد عملية التسخين. مفتاح لغرض قفل البوكس. شاحنة الماكينة. شهادات الفحص وكتيب الاستخدام. مقبس كهرباء. حزام لغرض حمل البوكس. وأخيرا ماكينة لحام STS-A1 تكون خفيفة الوزن، سهلة الحمل، تتحمل الظروف المناخية القاسية أمثال الأتربة ودرجة حرارة المرتفعة. القسم الأول منصة العمل، نقدر عن طريق نتابع عملية اللحام ورح نتعرف على هالشي عند عملية اللحام. القسم الآخر وضع جهاز التسخين، هنا نقصد به الهيتر. عن طريقة راح نحدد إعدادات الهيتر، يحتوي على 32 مود. القسم الآخر الكالبريشن، عن طريقة يتم تعيير ماطورات الماكينة. القسم الآخر الصيانة، تحتوي على العديد من الأوامر المهمة اللي يستفادون منها مهندسين الصيانة. القسم الأخير اللي هو الإعدادات، الإعدادات به العديد من الأوامر اللي منها تغيير الوقت، اللغة، تعتيم كلمة المرور ولا آخره.